الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول السلام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام، وسلم تسليما كثيرا. فضل المسجد النبوي والصلاة فيه. المسجد النبوي من أعظم المساجد وأعظمها بركة، وهو المقصود بقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهو المسجد النبوي الشريف، وهذا المسجد يستحب زيارته ويستحب زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وفي شأن مسجد المدينة المنورة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدثنا صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا المسجد، فيقول كما روى الإمام البزار في مسنده من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم الأنبياء، ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، وأحق المساجد أن يزار، ويشد إليه الرواحل، المسجد الحرام ومسجدي. وفي شأن المحافظة على الصلاة فيه مدة 40 يوما، وهذا فضل عظيم وله ثواب كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي 40 صلاة كتب الله له براءة من النار، وبراءة من العذاب، وبراءة من النفاق. وفي شأن الصلاة فيه، الصلاة المكتوبة أو كل الصلوات تضاعف ثوابها وأجرها، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة فيما سواه من المساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا شرف وقدر الصلاة في الروضة الشريفة: رزقنا الله وإياكم الصلاة فيها والدعاء فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. فالصلاة في الروضة الشريفة لها ثواب عظيم وأجر كبير، وفضل الدعاء فيها عظيم وحري أن يستجاب. فعلى الزائر أن يحرص على زيارة المسجد الحرام والتأدب بآداب هذا المسجد العظيم، زيادة على غيره من المساجد لما فيه من الحرمة والتعظيم له صلى الله عليه وسلم، و ليبدأ في زيارته بصلاة تحية المسجد، ثم يمضي إلى السلام والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف، ثم السلام على صاحبيه الكريمين رضوان الله تعالى عليهم، كما يستحب زيارة أهل البقيع والدعاء لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وأن ينعم علينا بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين.